تنطلبوا اليوم من المحكمة ومن القضاء يعطي إطلاق سراح ليه. يكفي الأيام وشهر وشهرين دابا اللي دوز في السجن، كطلبوا بإطلاق السراح ديالو. هذا هو أبسط طلب، من غير أنا هو يستحق العلاج في أحد المستشفيات. مازال حتى الساعة ما لقيناش الطبيب اللي يمشي عنده للسجن باش يعطيه الحق ديالو في العلاج. هو انسان مظلوم وحشومه يكون هذا هو الجزاء ديالو. تنطلبوا ليه صراح مؤقت لحقاش مكرفس هو ووليداته وبقى فينا بزاف. نتمنى اعاده النظر في هذا الشيء اللي واقع له، هذا الشيء اللي تنتمناه وبغيت له صراح. تنطلب صراح مؤقت، ماشي غير انا، بزاف المغاربه متضامنين معاه وهو راه مظلوم. وتنظن حسبي الله ونعم الوكيل. الحاله الصحيه ديالو مازال متدهوره لاقصى حد، مازال باقي ما حسن نفسانيا، باقي ما تقبلش الصدمه. ايوا نتمنوا تكون البراءه ان شاء الله. نتمنى تاجلت القضيه ديالو حتى 25 في الشهر، ونتمنى تكون البراءه يا ربي. نتمنى لحقاش محتاج ليه وليداته ومراته والعائله كلها محتاجه ليه. نتمنوا يا ربي، نتمنوا القلوب ديالهم يحنوا فيه لحقاش مظلوم بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.